الجمبري، المقبلات، المكونات، طماطم شاري، جمبري وسط متنظف، عيش، باجيت، افوكادو، ليمون، ثوم، بابريكا وبقدونس. هسوي الجمبري الاول، احط شويه كده من الليمون وشويه من الثوم ورشه فلفل اسود صغيره. طاسة على النار، والوقت اللي هيستوي فيه الجمبري هو الوقت اللي ههرس فيه الافوكادو علشان اعمل زي جواكامولي، بس مش جواكامولي، مفهوش بصل، يعني اعمله بس بالثوم. اقلب كده كويس، بحط الملح في الاواخر دايما علشان ما يبقاش ايه، ما يعملش عملية جفاف للجمبري وينشفه. طبعا اتأكد الجمبري مفتوح ومتنضف من الظهر. اللي بعمله ده علشان اسهل ان انا اقدر اهرسه اسرع شويه، عشان ساعات بيبقى جاي الافوكادو مش كله مستوي قوي. شويه من الليمون، بابريكا، طماطم هقطعها برضو، ايه الشيري توميتو دي هقطعها 4/4 علشان وانا بهرسها تبقى اسهل. شوية بقدونس، يعني ده شبه البروسكيتا كده بس زايد عليه الافوكادو. انا قطعته صغير فمش لازم خالص ان انا اهرسه، بس مهم يتقلب علشان التوم والبابريكا والملح كل ده يندمج مع بعضه. هناخد دول، 1 2 3 4، احط الافوكادو والطماطم. الحاجات دي بتبقى ظريفة قوي، يعني مقبلات قبل الاكل، يعني لو عندنا عزومة او بنتفرج على ماتش او فيلم بتبقى الحاجات دي ظريفة قوي، يعني بتشغل البطن عشان الواحد يعرف ياكل كويس.